السلام عليكم شباب، نتمنى تكونوا بخير. معك اسماعيل الفاضلي ومرحبا بك في فيديو جديد. الا كنتي اول مره غتفرج شي فيديو ديالي ومهتم بالمحتوى الهادف، ضروري تضغط لتحت تفرج على ديك سبسكرايب باش يوصلك ديما الجديد. في الفيديو ديال اليوم شت لكم واحد استراتيجي كيفاش انك تقدر تبريباري فواحد الوقت قصير وبواحد الطريقه اللي هي ذكيه وتحصل على واحد النتائج اللي هي افكتيف. هاد الاستراتيجي هادي يدوى عليها واحد البروفيسور ديال البسيكولوجي اللي سميتو مارتين لوبديل، دوى عليها في التيديكس هذا. ننصحك الا كان عندك الوقت وباغي تانفيستي ساعه ديال المقاله من وقتك، ما غاديش تندم تفرج في هذا الفيديو هادي. سينو انا غادي نلخص لكم معظم النقاط اللي دوى عليها في هذا الفيديو ونعطيكم هاد الاستراتيجيه هادي اون ديتاي. مي قبل ما نبدا باغي ندوي على واحد المساله اللي حتى هي ضروريه بالنسبه للناس اللي كيشوفوا في الدراسه انها غير انك تكون كتقرا في المدرسه ولا انك تكون كتقرا في لافاك ولا هذا. كيبان لي انا بلي هادشي ماشي كافي، وحنا عايشين في واحد الزمن اللي هو عامر بالتكنولوجيا وكاين بزاف ديال الانفورماسيون في الانترنت. كنصحك انك تبدا بالسيلف ايديوكيشن، قري راسك لقى الدومين اللي تعجبك وفورمي فيه راسك، راه تلقى بزاف ديال الانفورماسيون. ولكن قبل ما نبدا ضروري نعاود لكم القصه ديالي الشخصيه مع البكالوريا اللي فيها واحد الدرس مزيان وضروري خصك تستوعبو. خديت الباك سنه 2012، من بعد ما عاودت في سنه 2011، ونظرا انه النقطه ديال الجهوي كانت عندي طايحه بزاف، كان عندي 7 في الجهوي. بديت العام ديالي الاول في الباك اللي هو سنه 2011 بالفكره انني ما غاديش ننجح. سو داك العام بقيت غير كندور مع صحابي النشاط وكذا، وكانت عندي ديما ديك الفكره في الباك جراوند ديالي انني ما غاديش ننجح، وفعلا داكشي اللي وقع وما نجحتش في العام الاول ديالي في الباك. مي من بعد ما شفت الرياكسيون ديال والديا وشفت الدراري صحابي كاملهم نجحوا بقى فيا الحال. والعام الثاني فاش عاودت في الباك بديت العام بالفكره انني غادي ننجح بالمونسيون، وفعلا داكشي اللي وقع بقيت مقاتل وكنبوشي راسي وديما تندير في دماغي انني غادي ننجح بالمونسيون، وداكشي اللي وقع وخديت الباك ديالي ب 1475. الفكره اللي كاينه في هذه القصه هذه هو انه خصك تقنع الراس ديالك بواحد الفكره اللي هي ايجابيه. باش انك تنجح خصك ضروري تكون كتفكر انك غادي تنجح، هادشي غادي يخليك انك تدير واحد البريباراسيون اللي هي افكتيف. ودابا خلينا نبداو في الاستراتيجي ديالنا ونبداو بالنصيحه الاولى. الفكره الاولى اللي دوى عليها مارتين لوبديل في الفيديو ديالو هي سيشن اند ريوردز. سيشن اللي هما الحصص، ريوردز اللي هما المكافئات. كاين دراسات علميه اللي غادي نخلي لكم ليام في الديسكريبشن اللي تيقولوا ان الانسان العادي القدره ديالو في التركيز هي ما بين 25 دقيقه حتى 30 دقيقه وماكسيموم، وان البريباراسيون لواحد الوقت طويل راه ولات اولد سكول وما خداماش وما فيهاش واحد الفعاليه. هادشي علاش خصك تقسم الحصه ديالك لحصص الاجزاء، انك تبريباري مثلا 25 دقيقه ريح 5 دقائق وتعاود تبريباري 25 دقيقه وتعاود تريح 5 دقائق. هذه احسن طريقه انك تقدر تبريباري وتكون مركز وتقدر انك تكون فعال في البريباراسيون ديالك. ونهضروا على المكافئات، انه فاش كتسالي مثلا النهار ديالك وحسيتي براسك ساتيسفي وانك بريباريتي مزيان، ضروري خصك تعطي راسك واحد المكافاه، تلعب في البابجي اللي كانت عزيزه عليك، تصنت الموسيقى اللي كتعجبك، دير شي حاجه بالليل ما تبريباريش نهائيا. المهم انك تعطي لراسك واحد المكافاه. وندوزو للفكره الثانيه. ثاني فكره دوى عليها البروفيسور في الفيديو ديالو هي كرييت ا ديديكيتد ستادي اريا، يعني دير واحد البلاصه خاصه للدراسه. ما تبريباريش وانت مجبد في الكاتري ديالك ولا في البلاصه فاش كاينه التلفازه في الصالون ولا في البلاصه فاش غادي يكون الصداع. اختار واحد البلاصه اللي تقدر تكون فيها مركز وما غاديش يكون عندك واحد ديستراكشن، ما يكونش شي حاجه اللي غتبرصتك. ونصحك الا كان محداك شي مكتبه ولا كان حداك شي مركب، من الاحسن تمشي لتما حيت تقدر انك تبريباري احسن. غير هو ما تدخلش في دوك المجموعات اللي كتاب، حيت من التجربه ديالي ما كتبريباري ما والو. الا كثرتو تكون جوج ديال الناس وكل واحد كيبريباري شي حاجه ومركز فيها. الوسط ديالك هو اللي كيتحكم في البيهافيوز ديالك ولا في التصرفات ديالك. فاش كتكون مثلا مجبد راسك نورمال انه يبدا يجيك النعاس ويبدا يجيك الكسل، ولا الا كنتي مثلا في الكوزينه راسي سي نورمال غادي تبغي طيب شي حاجه ولا غادي تمشي تطل الثلاجه. الا كنتي حدا التلفازه راه الدماغ ديالك غادي يبغي تفرج في التلفازه. سو خصك تكون ما امكن تحاول انك تكون في واحد الوسط اللي ما فيهش شي حاجه ديال الديستراكشن. والتليفون ديالك من الاحسن انك تحطو دير معاه التباعد الاجتماعي، خلي بينك وبينه على الاقل واحد جوج مترون. النقطة الثالثة اللي دوى عليها البروفيسور في الفيديو ديالو اللي هي ستادي اكتيفلي ولا الاكتيف ليرنينغ، اللي كتعني التعلم الفعال. The more active you are the more effective. قبل ما تبدا البريباراسيون تبقى تدور في الصفحات ديال الكتاب وتحاول انك تحفظ كل حاجة، سول راسك وعرف واش داكشي اللي كتقرا واش فاكت ولا كونسيبت. الفاكت هما الحقائق، الكونسيبت هما المفاهيم او المعنى. نعطيك مثال باش انك تفهم. مثلا كتقرا على الجسم ديال الانسان، الفاكت هو انك تحفظ كل حاجه في الجسم ديالك ودان نيف عين. الكونسيبت هو انك تفهم الدور ديال كل حاجه، انك تفهم هذا هو الكونسيبت. وقال البروفيسور في الفيديو ديالو هو من الاحسن اننا نركزوا على الكونسيبت على اننا نفهمه وما نحفظوش، حيت فاش كتحفظ شي حاجه وكتاخذها كيف ما هي ما كتضربش معك واحد المده طويله وكتنساوها.
تضر معك حتى الاسبوعين حتى الاسابيع وكتنساها. سو من الاحسن انك تفهم تبقى معك مدى الحياه وتفهم الطريقه ديالك. انا عندي صاحبي عزيز عليا انه يغني الراب كان كيحفظ بالراب كيقاد الكور ديال مثلا ديال الطبيعيات تيقادو بسميتو وقدر انه يغني ويحفظو دغيا وكيبقى في الدماغ ديالو وجاب الباك ديالو بواحد النقطه اللي مزيانه. النقطه الرابعه اللي دوي عليها هي تيك نوت ايفيكتيفلي اللي ما عطاش بزاف ديال لي ديطاي في هذه النقطه هذه اللي قال هو انه من بعد كل حصه ضروري انك تاخذ دي نوت ديال داكشي اللي تعلمتي وتزيد عليه مصطلحات ديالك انت بالطريقه ديالك انت باش انه تاخذ الكونسيبت وما تاخذش الفاكت تاخذ المعنى ويبقى معك. وقدر انك تسول شي واحد صاحبك اللي حتى هو كياخذ دي نوت وتاخذ منه مي ما تاخذش تلخيص ديال شي واحد مثلا دي نوت ديال شي واحد تاخذهم عنده تكوبيهم ليك ما خدامش حيت كل واحد كيلخص بالطريقه ديالو وكل واحد شنو فهم وشنو ما فهمش. ضروري انك دير واحد التلخيص ديالك ولا تاخذ دي نوت بالطريقه ديالك نتايا باش داكشي انه الى رجعتي انك بريباري يكون ساهل. النقطه الخامسه هي تيتش وات ليرن ولا اشرح لشي واحد داكشي اللي تعلمتي. وقال البروفيسور ذا بيست واي تو ليرن از تو تيتش احسن طريقه انك تعلم هي انك تعلم شي واحد. وكاين جوج ديال الاسباب. السبب الاول انه في ديك لا بروسيسور انت كتعلم وكتشرح لشي واحد كتزير الدماغ ديالك انه يعاود يسترجع وعاود يتفكر دوك المعلومات اللي ديجا انت بريباريتيهم وهكا كدير واحد الميساجور للمعلومات ديالك وكتفيكسيهم في الدماغ ديالك وما غاديش تنساهم. السبب الثاني هو انه فاش كتشرح لشي واحد كتاكد واش انت نيت ضابط داكشي اللي كتقرا وكتعرف دوك البايس اللي تنساو ليك وهكا كتمشي كتبريباريهم وكتعاود عاوتاني تفكرهم. واحسن طريقه هو انك مثلا تشرح لشي واحد صاحبك اللي يلاه بدا اللي مازال ما ضابش مزيان ديك الماده وحاول انك تشرح ليه داكشي اللي تعلمتي وهكا غادي يبقى لك في الدماغ ديالك. وانا شخصيا كنستعمل هذه الطريقه هذه وخدامه معايا مزيان. النقطه السادسه والاخيره اللي دوى عليها البروفيسور اللي هي مينيمونيكس اللي كتعني فن الاستذكار او بمعنى اخر شي طريقه اللي تقدر انك تذكر بها دوك الفاكس اللي قريتي دوك الحقائق اللي قريتي. عطى بزاف ديال الطرق طريقه مثلا تاخذ الاول ديال كل كلمه وتقاد فيهم شي كلمه اللي تجيك ساهله تعقل عليها. والطريقه اللي كتعجبني انا شخصيا هي مثلا تربط داكشي بشي صوره في الدماغ ديالك تخيلو وتقاد به شي هذا. كاين بزاف ديال الطرق ننصحك انك تقلب على هذا فن الاستذكار حيت غادي يعاونك بزاف. وصراحه انا كنستعمل الطريقه ديال نربط المفاهيم بشي صوره تخيله في الدماغ ديالي كتجيني ساهله اني نعاود تذكر. سو هنا غادي نسالي الاستراتيجي اللي دوي عليها البروفيسور مارتين روبديل ستادي لي ستادي سمارت. غادي نخلي لكم اللينك في الديسكريبشن الا كنتي باغي تفرج لا فيديو كامله. واخا انا لخصت معظم النقاط اللي دوي عليهم وتمنيت لو انني اكتشف هذه الاستراتيجيه هذه من شحال هذه. داكشي علاش الا كنتي كتعرف شي واحد عنده الامتحانات قراب ضروري تبارطاجي معاه هذه المعلومه هذه حيت غادي تنفعو بزاف. وتسناو لا فيديو الجايه اللي غادي تكون على الطريقه ديالي انا كيفاش كنبريباري واخا ساليت الامتحانات ساليت القرايه ولكن ديما كنقرا سيلف ليرنين. كاين بزاف ديال المجالات اللي كيعجبوني كنقرا عليهم. ولا كنتي باغي تدعمني وكنتي باغي نجيب لك معلومات قيمه وباغي تدعم هذا المحتوى الهادف اللي عرفش بانه صعيب انه يطلع في اليوتيوب. الناس كيعطيو بزاف الوقت للتفاهم وما عرفتش علاش ما تيعطيوش واحد الاهميه للمحتوى الهادف واخا يعجبهم ولكن ما كيديرش لك اللايك ما كيديرش. سو ضروري خصك تدعمني باش انا نكمل. وهذا مكان بيس اوت.